بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيث مثلا السلام ربي فلام وين يوم ننص ربي ذا لخص وقي ذا العنوان من الدرس خطر أتصل أحاديث إذ يبذل في صلى الله عليه وسلم سوى ولقي وين يوم ننص ربي ذا لخص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نكون نزرى تركيزي من الإيمان ثم زواروث الإيمان صربي باش يوان أذي سعو الساسي جهدا يصحان الإيمان يسين كمال زدي ولاش داشو ثي سلوغن تركيز ثم زواروث ذي من صربي وحدس الإيمان بالله تركز تسناث إلى قد يمنس الملائكة ربي خلقد الملائكة وذي من يخين قرن ثمغارين ما إلا يغلي دوقش الشاسي الدوح أشاسي زوار انتاس الملائكة الصح الملائكة الحفظة لانت الكرام الكاتبين وقال يكتب الحسنات وكذا السيئات كل ملائكه ذا شو خدما الى قنا من سل انبياء اكن ملان يعني ام شقع عندي شقع ربي سبحانه اسمي سنستقبيليث ام والهن تالسا استقبيليث ام والهن تالسا هدات البشريه ربي آمن بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يا في كذاك يزرنا في كذاك ركائز الإيمان إذا تنتظر ربي ذي القرآن سيسنت ذي سورة البقرة يعني الآية 286 إذا قلنا من درس المكتوب أما رزايا ما زيض أما يصفرح أما يصقرح الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره إلى آخره وأنا من سلاخرث أي غرنا من سلاخرث أنا من باللي أدياس وسان قارو أتسن يردوني ثقيك أنا مثيك وتفذو ثوذرت غزيفم أخام القرار والله يثمثنا ريوار ثقي قرنس رحلة الخلود الغاشي تفواياجين دي الدونيث سفارا وذي روح الحيجان قيمة قورن شهرين وذي روح الخذ معذيني أذيني أذي سفر ذي هاجر أذي يغال أسقوس عامين عشر سنين عشرين سنة ولكن السفر أن قالوا إغيط راجونيك مرن مث أتفذو يوثن الرحلة اسمي رحلة الخلود La vie éternelle الحياة الأبدية اليوم الآخر ماشي ديني سهلا ولكن فيه مسألة مهمة ما ديني لاخرث 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 ماشي المعنى سنجد دونيث أنا عمر الدونيث وأنا عمر لاخرث يعني من عمر لاخرث ذولي ذا خامل القرار من روح دنسوغال أرى وين يموثن ذي المحالة ديوغال ذيني من ربي ذي القرآن تصل الآيات منها الآية 281 من سورة البقرة الصفحة اليمنى السطر رقم 15 ثنجاوث ذي الصفحة ثيفوس إنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أدي قرأ أغذث حزفث خممث إيوسان قارو ذيث غالم أكن مثل لمغار ربي سبحانه يرنم كل يونين زرع ذي الدونيث أثغلث ذي الأخرث وقل معنى الإجمالي إلا يجي أمي السلام الآية 281 من سورة البقرة
ولكن اي غرن في الصلاه عليه السلام في الحديث هكي غادي نذكر بعض الاحاديث من بعد يركز ربي يكره الاخر ربي سام زوالو الاخر ذنقالو يا رسم اين كنت دين ربي لك انا منيس منطقي لوجيك مادام نومن صربي اين ديننا امنس اثنان اين ديننا ماشي انا ما زران تولن خطر الا وين نومن يسم بلا ما زرات اخبار النبي عليه الصلاه والسلام بلي ازكى المقر القبر ازمرا ديري تسبحيث سيف بحيرين الجنف اين نومن نزرب ليلة سؤال الملكين منكر ونكر ما رانا نطليون مازال كفية سنكاس نسالا خير ديجا وساد ورس الملكان استقسين انويض ربي انويض دينك انويض نبيك اغرق النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان طليون اجي فك الدعوة الخير هاكي دليل على مشروعية الدعاء بعد الدفن إما يكون الدعاء فردي أو جماعي أكن إلا غيجدي ثنا يسيد نوفا لا ينتظر أنا وكذا إلا ندشرع ميكموث الميث غادي ينطقوني إلا نذين الشيخ الجماع نغدا عارضين أو البعض قمغارا غادي يفك الدعوة الخير نكون أدريني آمين النبي صلى الله عليه وسلم مي قنطلي ولا شو سيقار يقال يحضرا استغفروا لأخيكم سثر ربي يا سي سماح وسلوا له التثبيت فانه الان يسال سثر ربي ظلف ربي اثي ثبت عند السؤال باش وريت الشظاره وري غلظاره باش هذه ينجح وهذه يربح يناد فانه الان يسال ماشي بعد الساعه نغار ثمديث نغار زكا اذي والف ثم قبرت خاطر وارث والف بنادم ديجا في الدونيث في كل ما يبدل لي ولا خام كيني يفرغ يغص كيما بدل غا خام هكي قرني لان وكادي مي كبدل خام جمع غادي يطس يفرغ يغص في كل ما دا خاميس متسالا جديد كيني والف غار نازل والف وكيدي خامن افطر وانا اف ساكنا خاطر في الدنيا تنسرجوا اف 5 4 خامين 5 ذوك الزكا اف ايون الا ويث وانا يسعى افطروا ولا شك ان السثور كان يا نحمد ربي من ساعه الزكوانا وقال لي سعيش ندير الغرفه يطفي ثنيون بغفل ذم قران ما لا يمثل دار ينطل على بالكم الا قال هي رزكا نغث يشيرو السيرون وكذا السيرون تسقبل هذه مثل وكذا لا تسمى ثنيس نغيم ديوكاليسنا ميكفا الكراني لا قد يعيد الخلاص هي كيرون يزكي يزكوان سبحان الله نكون سعر غفلك نكون وين يموثن الحمد لله الحمد رب ثق نعمه والله النعمه ثم قرانت يمين ساعه تجبنت خطرة ولاقي مهد في الذراع غادي مشتري يون في ذكر ربي يصل الخير إن إيشن كيني روح للغرفة ذا شو الخدمة يسفكان أي الصرع الميتين مسكين يروح كان هكا نية تربح وري زرابي ذي الحرام غرس ذي الخدمة لا الصرغاي إن إيش الصرغا 30,000 البقاذ يموثن يغلي يهلك يطفي ثيون الهلاك اسميثو في الى اخره شي قرم شاري يسمح ربي ان كاين الصرغه 30,000 ثريج الخدمة ياكي على كل حال الحمد لله ان شاء الله تداوي ربي نغسل باش اسمك الدعوه الخير خاطر مسكين وري الزريره ماشي الشويط ماشي داين السهلان سمحتي لي يا غريب انا كوني حارز ربي ان شاء الله اكوني الصر ربي صراغ أكون ديال ربي غير ثمورث ونسيما ولا نون بخير وعلى خير لكن السيرم والحمد لله لاني غريفا قرزن شغال نسن خدمنا النظام باش ضمنا مقارثي تشقع عندك صندوق والموت ربي ند وما تدري نفس بأي أرض تموت
وريزرايون اندار ديوض لاجليس تاكير تاشيوين كان باش نزر إمين ساعني زيوان ساعتي مقبرين ساع النظام ذي تذريب أن حمد ربث الشكر يلا ربي ذي القرآن يناد في الثبات ميسينا نقع عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل فذنت منكر وانا كرس تقساين يحوج الكوراج يحوج الثبات أثي ثبت ربي أرنويس الدعوة الخير المؤمنين ربي ند في سورة إبراهيم الآية 26 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا خرف من مثل فدو لا خرف النغم لا نمث ما رجل غزكا لذلك يتمثل أما رزق نغم السعد بين ريح الزفني لخرث يرنى الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها بمعنى ما شيء والما يوم نسل أخرث معناها الدنيا تسيها من الخاطئ أكني قوم نسل أخرث أري الزرع ذي الدنيا أين ري غلف ذي الأخرث ثورة دغلغ الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا النبي عليه الصلاة والسلام يركز على سيناقي ربي وكذا خلص أي غردنا الإيمان بالله ربي ذي الآيات كثيرة قل هو الله أحد سورة الإخلاص ربي ون ورسا شري ذغند في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وربي ند في سورة الأنبياء سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ذي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ذي سورة البقرة الآية 256 ينادى ربي سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إيوان فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني أتصل آية في دهضرا في الإيمان بربي سربي وحدس ورسع الشريك أما الآخرة أتصل الآية في دهضرا فرد نغل بعض الأحاديث إن أذن في عليه الصلاة والسلام الأحاديث يقوم تسلم يسفر تنتيد البخاري ومسلم يعني حديث صحيح أما كنت سفان وياض وني فاضي البخاري رقم الحديث 6135 رقم الحديث 6135 الرقم النظام 6136 الحديث وايض 6138 وقيم أحاديث إذا هضرنا فين إذن سمسلا يسا أدفكر بعض الأحاديث إناد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وين يؤمن ربي سلاخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا فذا كان سوى وقال أدي قارو وين يؤمن ربي أكذ يؤمن سلاخر أدي تسوى حاسب يوم القيامة يزرع أين رديني سيلسيس يتوالس أثمار كنت الملائكة أول ما ينتقده يتوالس في الناس يوم القيامة ما يلها الله يبارك ما ذيريث أتخلص ده هو الكام يعني أنا غير صورة قاف صورة قاف الصفحة ثيفوس اليمنى السطر ويس ثلاثة رقم الصفحة ونبغاد يغال 520 إن ده ربي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حذر مدين تقيون سواوان ربي زرث ربي حصاد رقيب عتيد يفنو يتهدو يزيزني يسلغو يجبر يترزو مباشرة ذي الآية رقم 19
الصفحة اليمنى سورة قاف السطر 4 الصفحة 520 ربي هضرت في الموت. إلى وجاءت سكرة الموت بالحق. الله أكبر يا أخي، ضرب الموت 9 سكرات. أتصيك حضر ديون يون ما يتمتساف ونون سعر الكوراج وريزمير هذه حضر أتوعظي ونزداتك أدي تفغ الروحيس ماشي ديني سهلا. سكرات الموت وعرضت إلى سنتد ربي ذي الآية قوم السلام. وجاءت سكرة الموت بالحق. أهدنا بالحق أخطر ولاش نكس الشك لشغل دوني ثمرة إلا نكس الشك أما كان قارن قد وقد أسيضيون يزمر ذي سافر يزمر خاطي قد يسافر قد لا يسافر يزمر يخدم فلاح يزمر يخدم فلاح يزمر أذي اللاز يزمر أذي رو يزمر أذي حاس يزمر حسارة يزمر هالقرى يزمر أذي لني يزمر أذي مث يزمر تمتثارة ونزمر أذي ولاش لي بروبابيليتي ولاش بلا شك يقند كان من مي الشيخ محمد الذي يرضى ربي في الليس في الليس إن ياس ولاش تصبحي ثور نسائي ثام الديث يعني وين تصبحي ثيس يسعى 10 سنين 20 سنة 30 سنة أم بعد هذه يوضى هذه غلية طيجيس ولا تسال يوضى 70 هذه يوضى 80 وهذه يمث خطر وين يسعى 80 سنة وقفل 60 سنة يسعى 20 سنة وين يسعى تولى 20 سنة من بعد 60 سنة يوضى 80 سنة صافي النتيجة ذي وث ذا فريدي عمر أيغر دينا ربي في صورة قاف الآية 4 الآية 19 الصفحة السطر الرابع ينات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ولش وير ولن الموت أم ذياز فلسي عفو ربي الحاج رمضان غسما دنقرتي كولي سفرايس كان دس مكتي يموت في جدول الهان أهد الفرس الدعوة الخير الحاج رمضان محفوف الله يرحمه إن يسرت في النبي الطاهر نتسام ذفاف الشفاعة فقصت أن الموت زيغ ثوعار أشحالي فردان تسعة إقفغو يغزف العمر لا لا لابد دول الساعة يعني ولا شريك الشك ذوالي سلاياس يترجميثي تستقذيليث باش تفهمني يكون ينذانا فساد الموت الحرف الباء ثوفاد الهلاك للسبة ورس زمير من الطبة رسول الله بن القبة مش شاف عليك الشيني غزيف وسفرو فساد الموس الحرف الثاء الصورة يوثه ثاوثا الروح يسعد المرثى لد تسن الوراثة كل يونكن يتمني وفي طيصف طوموبيل وغف تراكتور وغف حانوت وغف بحيرث وغف الكونت لي كونت سورتو اكثرا ثيطيس كل يوم نده روح ثيطيس كل معنى بوال في ساد الموس الحرف الذال السيس موري الليل بذال في الهازي غلا السعذال الفاقير كذي الغالي في ساد الموس الحرف السين اضروح غسخة من الحصين نكي وكذي الفعلي وذي سين اموث حسن ذي الحسين امكراني ذير نكونين تسد الموس الحرف الحاء ناس زيك اسمك صحا ذي بيت الله قلحا ان شاء الله دنوفا ويمحا الصلاه على العدناني تسد الموس الحرف الجيم المؤمنين يتسحوي جيم غرف القران فيها جيم سيثمس ان شاء الله هاتسن الجيم اتمنع مسي الحزاني تسد الموس الحرف الظا لحباب خدم الفريضه ربنا في سورة النساء الآية 12 أشو ديننا فريضة من الله من مدينا الآية أسمي ديننا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
تساد المس الحرف الضاء لحباب خدم الفريضة نانا سيليس يفضى إلى قصفر القضاء وما الدونث ذي الفاني أثلس يعفو ربي يعفو يون أكن مثلا يلا بلا صلاة والسلام يد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إما غدين الخير أو ليلهان نغاذي السوسم أيضا نكون في قبيلة النغ في جدي النغ إمغار نمش تربين ميقروح يونا ذي ينطق أسنين وزنوالي وزنوالي هذا عسيمانيس ميقروح ذي ينطق هذا عسيمانيس إلا قبي وزن خطر أولي سعى الميزان البطاطا سعى الميزان الرمل يسعى الميزان فاضوت يسعى الميزان الدهب يسعى الميزان بيان سور ماشي من ميزان الدهب من ميزان البطاطا هاي غير قال يخدم لي الدهب الميزان دهب ولا الكوروندير ممنوع الكوروندير لو كان ديك الطاكسيه تاع بورسيه بالك اللي يحرك الميزان ما يبويا شي غرام يوريك 700000 على حسب الذهب شحال يكسوا ذيني الميزان الذهب ديالي دقيق قرني فلاحان ولا ذوالي سعى الميزان هذا تفرى واحد والزرامي مغارني ضرب الدونيث الجندي مسلاين ذاي الروج ورنكفو ورنحفو ورنفنو ذاي من يقارن وزنوالي هذا ما نفيس الله عليه وسلم منات وين يمنى نصر ربي يرنى يمنى نصر آخر يلسيس أي غار خطر ذا غير ساقة سعادي قرنا يلسي يلن ذاك سوم ذا شوك يرم ذا سنان بقل كان ذا المثل أي يلس يلن ذاك سوم ذا شوك يرم ذا سنان وقارن ذي لسازيضان اكتظن ذا سدة خطر أول أجي إزمان دي وشوال شوال أدي خدم الفتنة بين الدول والشعوب ما تشير الجيران نغ يرث مغاثة وكتسليث نغ ير وثمثنا في السمث لا لا بين الدول بين الشعوب والتاريخ أستاذ شاهد الشواهد لا نحصيها عددا الكلمة توار مليح ذيني من في عصرة السلام يرشدا الدقار وين يمنى نصر ربي يرلي من سلاخر فليقل خيرا او ليصمت كما الحديث من كان ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره هذا يوصد في الجار يوصد في الجار ادي قار وين يوم نصر ربي يرنا يوم نصر الاخر الجار السلاقه في حرز افي شرم اي غادي في قبايلي في نومي قارن فون تيشت فون تيشت أقارن أفون طيش ثورث غنور ويقارس دي العز كان يدر النور ويقارس دي الحرمة كان يدر النور ويقارس دي الحمالة يدر النور ذا وذي ونا أفون طيش ثورث غنور أي غير ما رفضني من سي إي من سي أذفكن فون طيش دي الجار شوية نسكسو شوية المرقى ما إلا غو فتاث بكسو ما الخير أربح تسونطيشت ذايا باش نزر باللي قبايليت يون بوال تنطيشت باف يكفى وال مي نهضر لي في اللي في وال هما سين الحروف هما سين الحروف ترجمت ديال الايه كامله ربي ان كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لذلك تنطيشت أربيع صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره ما دام تكرم ذا الجار معنى ولا قد فرض ولا قد فرض ماشي ما غسل تثور ذي الباطي ماذا التفضيون يزدغنوا ساون ذي هليش وقال يزدغنوا السار إما الصوت إما سوس قرضر سوس تفطر إذ كامل يسحري في كرسي ذي طوافر في كرسي يخدم الموسيقى أولا شيلص ما ينتقص نقل الخامي أنا حر نورمال نورمال كي غير وين يعني كل شيء نورمال فهم ضامي عندس الحذاقه الحذاقه وصد في اللي ربي وصد في اللي
هوليك في اليوم كريم جارا ذي الحديث ويوم لشو دينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره الحديث ويوم فليحسن إلى جاره ماشي كانوا تصبروا يا جاري كان خدمة الإحسان الجاري كما الدخان أما ذي الحانوت أما ذي البحيث أما ذي الخلاء ذي بكل مكان فليحسن الجاري نس فلا يؤذي جاره ولا قرأت في الظهور اللذا اللذا أصناف إلا الأذى المعنوي سوى ول إلا اللذا يسلف عايل هذه الزازتي لسان طاس الشغال مقرد الشغال مليح ما تشيد شوية طغي الصربي ذي كان إلا ذي الحديث وايض حديث سفغهد أمنا عائشة ذي ربي فلاس في ديروان عبد الله بن عمر مثل عمر بن الخطاب إناد وخرجه الإمامان البخاري ومسلم متفق عليه إناد ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه إنك توصي جبريل في الجار دائما 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 إنك مشكك أدياس وسديني الجار في وسط الجار باش انظر ذا شو سوى الجار قال كمل الحديث هو ذا شو دي كمل الحديث هاكي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه معناه وين يؤمن انصر ربي سلاخر مراكد ياسين فقي شرميث شرميث هاكي سوين وميث زمر رضا ولو كان سلك سبانان أفنجال القهوة الله يبارك شوية دوران هرمي أسيف الفلمات بغير ذا الكرم فزمر فيه وتسرر منك ذي الطيق والكرم درجات حاتم الطائي سلامة كويس وكي قبل الإسلام شحال القرون كيس واسمي موت مازال الثورة أستكن بالدم ذي المثل لقاشو ذي الكرم حاتم الطائي يسعن الكرم ذاكرمي ذاكرمي شحال قرون مازال أفيدن في الدر أي غار ربي رفع ذكره يفكي سزاب يمكسع الصفة الكرم يا خكا والمتنبي الله يرحمه أبو الطيب شاعر الحكمة يوان يروح دم سافر يوان الناس يوات فرم ورقفي النار يلحن حان ويقضي الناس مرحبا يسوا الله أسلاما ولي الناس يالله مقبول إليك خطر وينا يتوسمس الكرم لا يحرج نفسه تلم يزدي الطيق أين ميزمر إذا يود فلاس أسفره أمشي في إفدا كرم تجلى في كلامك مثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها ذاكي يفتل يون الخير ربطرة دايروش زيكي يون مدياغ عاوذيون غثورة غدياغ عاوذيون أثي الثانية ينجع ودخل الصوت النية وعاوذيون ذينا في كلاسي هطر ذا عاوذيون يلهن غا عاوذيون بيبري الخيل الأصيل فقدر سما شوت النظم كرم تجلى في كلامك مثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها الحديث ورشد النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه يهضر في صلة الرحم إذا من غي الشركين إزوران يغي الشركين وربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها المدينة في الأرحام يهضرت في الأرحام آية الأولى من سورة النساء الخاتمة ذشد نربح كسي الأحاديث أجين يفغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يذير ذي ثلويث أنحذر الجيران النغ أنحذر إلساون النغ أنحذر ثيكمات النغ
ثكمة ساقي أما ثنا يذمن أما ثنا في الله ثمثني ويضمن ربي وين قرنك لا إله إلا الله محمد رسول الله ثمثنا في الإسلام ربي ند في سورة الحجرات الآية 19 إنما المؤمنون إخوة فقي ثكمة النظام يبغي نعيش ذي تلويث ذي الهنا ذي السر ذي اليسر ذيني ميغدي سمحتاي اغدي قر وين يوم ننسى ربي ويوم ننسى الاخر ادي خدمك في مسالاكي اذن لنا ان شاء الله ثم ديتنا مره ثم ديتي صفراحا وقال هي مثنى في اللسن يعفو ربي اموضانا ثني شفو ربي كون وكيل مثلا ما كون يفكر ربي ثزمرت نزمورت وان شاء الله ينتفغى ميقضى اي تقال ميقضى ما كون يفكر ربي السر اليسر ثلاثا السر جغم ثلويث أرثي من الإسلام ربي في اللون.